بص يا شباب، احنا في البداية كده ان شاء الله. انا اسمي محمد تحسين. انا اسمي محمد تحسين، تمام؟ عشان بس في ناس مشغلة المايك بس الصوت بيبقى عالي. انا اسمي محمد تحسين. انا ان شاء الله ان شاء الله ناوي ان انا اشرح لكم حاجات كتير قوي في الاكسل. انا شغال مع رسالة، او انا متطوع متدرب في جمعية رسالة بقالي دلوقتي 2 سنين، وبقدم كورسات اكسل بقالي فتره كبيره جدا، وعندي قناه على اليوتيوب بنزل على الكورسات، وعندي حاجات كتير قوي اقولها لكم في اخر الـ يعني المحاضره ان شاء الله. المحاضره في الاكسل، في كورس الاكسل ده ان شاء الله هيكون في يعني هنشرحه في 4 محاضرات. هنشرح الحاجات الاساسيات اللي تقدر تشغلك في اي شركه، وكمان هنشرح لك الحاجات اللي هي في المتوسط، انك تقدر تعمل عليها شغل متوسط مش ادفانسد، يعني مش هيبقى حاجه واو قوي، حاجة اللي الناس كلها شغالة بيها. خلاص كده يا جماعة، سامعيني؟ تمام الصفوات. تمام، كويس أوي، كويس جدا، كويس جدا، ماشي. دكتور ماكدونالدز وبرجر كينجز، ما شايف ايه برجر كينجز ده اصلا؟ تمام، كويس أوي يا جماعة، ماشي. إن شاء الله إن شاء الله أنا هشرح لكم حاجات تخص الإكسل في البداية خالص. فانا في البدايه خالص هبتدي اشرح الاكسل بقى من اوله، يعني ايه اكسل، ويعني ايه كولوم، ويعني ايه صف، وحاجات زي كده. فاتمنى اللي عارف يستنى شويه، واللي مش عارف يتابعني، وان شاء الله هيلاقي كل حاجه جديده ان شاء الله. انا بس بحاول ان هم يعملوا يدخلوا على طول، مش محتاجه ان انا اديهم يوزر وباسورد، بس مش عارف اعملها منين. بس ريكوست ريكوردنج بيرميشن، ماشي. ماشي، اوكي، ماشي. انا دلوقتي هبتدي اعمل شير للسكرين اللي انا فيها. هعمل شير ان انا هوريكم الاكسل اللي عندي عامل ازاي. بصوا اهو، هنجيب الويتنج روم، ماشي، ونروح عاملين شير، وهنعمل شير على الاكسل كده. انتوا شايفين كده يا جماعة ولا ايه؟ كده اكيد شايفين، تمام. بصوا بقى يا شباب، ده شكل الاكسل اللي انتوا هتشوفوه في اي شركة وفي اي برنامج وفي اي حتة. ده الشكل اللي انتوا هتشوفوه، شكل عبارة عن شكل الجدول ده كده. ده شكل هتشوفوه، عبارة عن أعمدة، وعبارة عن شكل جداول كده، وعبارة عن زي كراسة مسطرة او كراسه الرسم البياني. هو ده الشكل اللي انتوا هتشوفوه. حاضر، ده الشكل اللي انتوا هتشوفوه على في الاكسل. دي اسمها، نبتدي بقى بسم الله بقى من الاول. هنا دي حاجه اسمها ال A وال B وال C وال D، دولت دي اسمها عمدان او عمود. عمود ال A، عمود ال B، عمود ال C، وهكذا. ودي اسمها صفوف، 1 2 3 4 5. طبيعي ان الصفوف بتبقى اكتر من الاعمده. ليه؟ لان انت حضرتك مش بتمشي كده، انت بتنزل كده. يعني لو انت عندك مثلا بيانات موظفين، بتنزل من فوق لتحت، مش بتمشي من الشمال لليمين او من اليمين للشمال. تمام. انا بس عايز اقول لكم، لو الصوت قطع، حد بس يبعت لي رساله، او لو عايزين تعدوا اي حاجه ابعتوا مثلا رساله، بحيث ان انا ايه ابقى فاهم. ده اكسل نسخه كام؟ ده 365. تمام. بص بقى يا شباب، ده الاكسل. نكبر بقى كده الكتابه. ده الاكسل بيبتدي بالشكل ده. انا اللي هشرحه لكم النهارده هيكون الهوم، اللي هي تابه اسمها تابه الهوم. ودي تابه يعتبر دي اللي يعني اول ما تفتح الاكسل تلاقيها مفتوحه، يعني مفتوحه عليه. تابه الهوم دي عباره عن شويه اشكال كده هبقى اشرحها لكم. وهنا بقى اللي هي العمدان، اللي هو الاي والبي والسي والدي وكده، ده العمود. والواحد واثنين وثلاثة وأربعة دي صفوف، تمام. ولو وقفت على أي خلية، على أي خلية بيقول لك رقم العمود، اسم أو حرف العمود مع رقم الصف. يعني مثلا الخلية دي اسمها دي 3، الخلية دي اسمها اتش 3، الخلية دي اسمها اي 12. أهي حتى مكتوب اسم الخلية هي على الشمال، أهي فوق أهي. تمام. وهنبتدي بقى نشرح الحاجه دي، اسمها تاب الشيتات، شيت 1 وشيت 2 وشيت 3. دي لو انت عايز تعمل بقى كتير، انا متهيألي لحد 32 شيت، اعتقد لحد 32 شيت موجوده في الاكسل من هنا.
بس طبعا انت يعني مش هنستخدم ده كله كتير، يعني هي بكبيرك قوي بتبقى 5 6 يعني، اقولها بكتير قوي 10 يعني. تمام، دي حاجه. وهنبتدي بقى نشرح بقى الهوم. الهوم بتكون حاجه، اولا نبتدي بالكليب بورد. الكليب بورد اللي هي كوبي وكات وبيست. بصوا يا جماعه، لو احنا مثلا كتبنا وليكن مثلا احمد، دي مثلا لو احنا مثلا قلنا ناخدها كوبي، كوبي يعني ندوس عليها كده، ودي هي دي اللي هي اسمها كوبي، اللي هي كنترول سي، ونروح دايسين هنا، نروح دايسين كليك يمين وبيست اللي هي كنترول في، اللي هي كوبي وبيست، كوبي وبيست. تمام، معلش عشان بس بعمل اد كتير. انا عايز اعمل قوي حوار ان هو يخش اوتوماتيكلي، يعني يعني ان هو ما يبقاش يعني الميتنج ده مقفول على حد. ثواني انا عايز افتحها بحيث ان الميتنج ده ما يبقاش مقفول على حد. انا عايز ان هو بلاي شاين فور ريز ذا هاند. مقفول disabled only authentication user can join. مش خلاص، بصوا يا شباب، دي لو احنا دوسنا او دوسنا مثلا هنا كده، دي مثلا دوسنا عليها كده كوبي، دي كده كوبي، ولو دوسنا هنا ودوسنا كليك يمين بيست كده اتنقلت، دي كده كوبي وبيست، دي كده كوبي وبيست. في بقى القط اللي هي معمول عليها علامه المقص دي، القط دي بتبقى كنترول اكس. لما بتيجي تدوس هنا كده وتروح دايس كنترول في، بتنقلها من هنا لهنا. الفرق ما بين الكوبي ان هو بياخد نسخه كربونيه منه، اما القط بياخده على طول، يعني بيشيله من مكانه بيحطه في المكان التاني. دي كده ده القط. نيجي بقى للجزء ده. الجزء ده، ده الجزء الفونت. الناس كلهم يعني اعتقد كلكم شفتوه في الوورد وفي كل شفتوه في الاكسل. ده بتكبر الكتابه اهي، بتصغر الكتابه. دي بتخلي الخلفيه اصفر، او بتخلي الكتابه مثلا لونها ازرق، وبتخلي مثلا هنا ابيض، وهكذا. دي بتخليها تخينه، دي بتخليها مايله، دي بتخليها اللي هي تحتيها لاين، وهكذا. ودي كمان بتخلي الخليه كده معموله بالشكل ده، اللي هي بتظلل الخليه كلها. ممكن بقى تظللها على كذا شكل، وكمان بالسيكنس اللي انت عايزه. دي بعض الحاجات، دي تنسيق، يعني انت بتظبط بقى الفونت وبتظبط الخليه وكل حاجه. هنا بقى الالاينمنت. دي الالاينمنت دي بقى حاجه حلوه قوي، دي بنستخدمها برضو في ايه بقى، يعني شايفين الكتابه دي، لو تلاحظ انت لما تكبر الكتابه بس ايه، هي ماسكه في الشمال، لو خليناها كده هتبقى في النص، لو خليناها كده تبقى في اليمين. طب لو خليناها في النص ممكن نرفعها كده شويه، عشان لو الكتابه، بصوا اهي، بصوا يعني لو انا مثلا شد شيت لتحت هتلاقيها واقفه لتحت، طب انا عايز ارفعها في النص كده تبقى في النص، كده تبقى عاليه، كده تبقى واطيه، وهكذا. ده شكل، دي شكل تنسيق، يعني من الاخر هي بتبقى تنسيس او تنسيق اللي انت بتظبط الخليه. ودي بتبقى من الشمال لليمين وهكذا، يعني برضو بتبقى حاجات بسيطه. دي بقى الراب تكست. الراب تكست دي حلوه قوي، يعني مثلا انت كتبت مثلا احمد مثلا تحسين مثلا، او ده احمد تحسين مثلا، لو انا كتبت مثلا وكبرت الكتابه دي شويه كده شويه، تمام، وصغرت دي كده شويه، لا او لا مش لازم دي، قصدي نكتبها هنا، قصدي محمد احمد تحسين محمد كده. شايفين الكتابه عامله ازاي؟ لو انا كتبت هنا حاجه مش هتبقى ظاهره، هتبقى ظاهر، وهنا مثلا هتلاقي احمد تحسين هنا مش ظاهر. فبقى في هنا بقى حته اسمها الراب تكست. الراب دي اللي هي بتغلف، بتخليها تحتيها. بص لو دوست هنا كده بقت احمد تحسين خدت ايه، الخليه كلها، وكل ما زود كل ما الخليه تكتر. يعني بصوا كل ما اعمل ثواني، يعني كل ما اكتب اكتر كل ما الخليه تزيد اكتر تحت وهتكبر. فاهميني؟ انتوا معايا صح؟ يعني انتوا سامعيني صح؟ مع حضرتك. زي الفل، سامعين حضرتك. يعني عشان بس انا، يعني انا بس متاكد بس انتوا سامعيني بس. لا ما. زي الفل قوي. الميرج بقى، دي الميرج دي، دي بتبقى حلوه شويه في بعض الاوقات وبتبقى حلوه. بصوا يا جماعه، انا نخلي مثلا دي، مثلا نخلي دي مثلا، عايزين مثلا نعمل ميرج، نكتب مثلا لو احنا كتبنا، لما احنا كنا كاتبين الكلمه دي كده، وعايزين وهنا مثلا عايزين ناخد احمد تحسين دي، تبقى الخليه دي كلها تبقى طويله كده، فبنعلم على الخلايا دي كلها ونروح دايسين كلمه ميرج. بص ايه اللي هيحصل، بتاخد كل الخلايا، يعني دي كلها عباره عن خليه واحده. ميرج يعني دمج، ميرجنج يعني دمج، اللي انت بتدمج ثلاث اربع خلايا في خليه واحده. فاهمين قصدي؟ حد جرب ميرج دي قبل كده؟ الناس اللي بتستخدم اكسل حد جرب؟ ايوه بتستخدم ميرج.
ايوه طب بص يا ايه، انا عايز اسالك سؤال. طب لو انا مثلا كتبت يعني مثلا دي مثلا احمد مثلا، او دي مثلا محمد، تمام، وهنا مثلا تحسين لان انا اسمي محمد تحسين، لو انا علمت عليهم الاثنين هل هينفع يعمل ميرج ولا لا؟ الاتنين في خلية واحدة اه دي مجربتهاش بصراحة. طب دي كده مش هتحصل، عارفه ليه؟ لان هو هياخد الخليه اللي قبليها الشمال، او لو انت بتستخدمي السل من عشان الشمال يروحوا الاتنين مع بعض، بالظبط يخليهم الاتنين مع بعض، جدع. صح كده؟ هو ايوه بالظبط، يعني بمجرد ما تدوس كده دوس ميرج، بص هيقول لي ايه؟ يقول لي خد بالك الخليه اللي جنبيها فيها كتاب، هقول له لا انا عايز اوكي. بص خد محمد بس ما خدش تحسين، فاهماني؟ فدي خدي بالك، او الناس اللي بتعمل ميرج دي او حاجه، ما تعمل ميرج على خلايا فاضيه، ما تعملهاش على خلايا فيها كتابه. تمام كده يا شباب؟ شباب تمام. تمام. تعالوا بقى نخش في الحاجة اللي أنا بحبها جدا. بصوا بقى الحتة دي، الحتة الجميلة اللي اسمها نمبر دي كده، دي هتستخدموها كتير جدا في الإكسل. الحتة اللي اسمها نمبر دي، بصوا بقى يا شباب، اللي اسمها نمبر دي بقى هقول لكم بتتعمل ازاي. وليكن أنا عايز أكتب مثلا كده مثلا، وهنا مثلا مثلا، حاجة حلوة قوي ان انت ممكن تخلي مثلا الكتابة دي مثلا نخليها accounting او number. number يعني دي بتحدد نوع الخلية، بتحدد انواع الخلية عاملة ازاي. هقول لك ازاي، يعني لو انت مش فاهم هقول لك. الخلية دي بيبقى ليها general، general اللي هو بيخليها ايه، بيخليها اللي هو الطبيعي العادي بتاعها، اللي هو مثلا انت كتبت رقم ما يحسبوش ان هو رقم، او يقراها ان هو رقم لكن ما يظبطلكش الفورمات او التنسيق بتاعها. بمعنى بصوا، كانت في الاول كانت بالشكل ده كده، زي الشكل ده كده بالظبط. لما باجي اختار كلمه نمبر بيبتدي يحسب لك اللي فيه 2.00 او 00، اللي هي مثلا لو فيه علامات عشريه، اللي هي مثلا 10 من 10 و1 من 10، 2 و3 من 10، حاجات زي كده. طب لو انا اخترتها مثلا كلمه اكاونتنج اهي، تحتيها كلمه كرنسي لو انت عايز تعملها كعمله. بص بيقول لك ايه، دي مثلا مليون و345 الف دولار و345 دولار، دي كرنسي اللي هي العملات. ممكن كمان تختار العملات من هنا، انجلش ويورو وتشاينيز، وكمان ممكن تختار بقى البلاد بتاعتك. يعني ممكن مثلا ايه، تقعد بقى ايه تغير في البلاد بتاعتك عن طريق الويندوز نفسه، مش عن طريق ال الثواني اه لا كمان في هنا عن طريق هنا، يعني مثلا في هنا ايجيبت ايجيبت ايجيبت، لا هو المفروض ايجيبت بالاي، طبعا هنا دي يورو ودي عربيك ايجيبت، لا دي كتير اوي، كتير جدا يا. طب لو احنا كتبنا هنا مثلا عربيك، ثواني كده، عربيك ايجيبت، لا مفيش. طب لو انا كتبت مثلا ايجيبت اي جي بي، اي اي جي بي، بس اوكي. قال لي مثلا انتوا سامعين، انتوا شايفين كده صح، مليون 345 الف مصري، شايفين كده يا جماعه شباب؟ حد بس يقول لي مثلا واضح واضح كويس. ماشي، ممكن بقى نغير مثلا دي مثلا ل شورت ديت. شورت ديت دي لو انت عايز تعملها بتاريخ، يعني ممكن مثلا تكتب هنا مثلا وليكن 4/2 او 4/2 1992 مثلا. ممكن دي مثلا يخليها لك ديت، هو قراها كديت، يعني هو قراها ان هي كتاريخ، بس ممكن مثلا تقول له شورت ديت. دي كده شورت ديت. لو انت مثلا خليتها لونج ديت، بص يقول لك ايه، ده يوم 4/2 ده كان يوم الخميس، يوم الخميس 4/2/1992. لو انت مثلا خليتها تايم، لا تايم مش تقرا حاجه، يعني لان دي مش صيغه تايم، مش صيغه وقت. لا دي كده خلاص، وقف دي الحته دي كده، نخليها بقى في دي. لو انت خليتها كبرسنتج، بص البرسنتج اللي هي ايه، يا لهو رقم كبير جدا. برسنتج دي اللي هي علامه علامه مئويه، اللي هي برسنتج اللي هي العلامه دي، اللي هي دي كده برسنتج. وفي اللي هو التايم، لا طبعا. وفي فراكشن، فراكشن دي ما اعرفش دي يعني ايه، متهيألي دي كسور او حاجه زي كده، وساينتفك. ونيجي بقى للتكست، دي يا جماعه متهيألي دي اللي هتستخدموها اكتر حاجه في الموضوع ده كله، التكست دي. حد يعرف دي وظيفتها ايه؟ طب
انا اشرح لكم هي هي دي علشان تديني الرقم زي ما هو صح كده، علشان ما يغير ليش، يعني لو انا عايز اقول له خلي الرقم اقراه زي نص صح كده. كويس جدا جدع. بصوا اقول لكم الفكره دي اللي قابلت كل الناس اللي بتستخدم الارقام على الصفر، هقول لكم ازاي. بصوا يا شباب، وليكن تعالى نمسح دي كده ونبتدي كده من الاول. بصوا يا جماعه، وليكن احنا قايلين ان مثلا اي رقم تليفون بيبتدي 0 12 معرفش ايه ويكتب الكلام ده كله، بمجرد ما ادوس انتر ايه اللي يحصل؟ ان الزيرو دي اتلغت، 0 12 دي اتلغت، ما بقتش في الزيرو هنا. طب لو انا كتبت مثلا 0 0 0 0، بص هنا كده. طب لو انا قعدت اكتب زيروهات كده كتير، بص اول ما ادوس انتر هيكتب لي 0 1. طب لو انا كتبت 3 0 5 4 هيدي لي 0 1، لان هو بالمنطق في الاكسل او بالمنطق في الرياضيات بيقول لك ان اي صفر على الشمال بيبقى ملوش لازمه. فهيبه زي ما قالت ايه، لا احنا لازم نخلي الخليه دي الاول كتكست اللي يعني ايه، يعني نقول له اللي احنا هنكتبه جوه الخليه دي يعتبر نص او كتابه، فطبيعي ان هم مش هيشوفه كايه، كرقم. فلما تقعد تكتب 4 كده ارقام كتير 0 و5 هيقراها لك كايه، كنص. دي يا جماعه اكتر المشاكل اللي كانت بتقابل الناس الجداد في الاكسل، لما بيجوا يكتبوا رقم تليفون تلاقي الزيرو اللي على الشمال اختفت. حد قابل المشكله دي؟ شباب حد قابل المشكله دي ولا سلام عليكم ولا ايه؟ بصراحه قابلناها زمان، يعني لما كنت لسه بتعلم الاكسل. بالظبط جدع، هي دي فعلا. كان دايما بيطير لي الزيرو بتاع التليفون لحد ما عرفت موضوع التكست ده. كويس قوي كويس قوي. تعالوا بقى ننقل، ودي طبعا تعالوا نشيل دي صح، ودي طبعا السيبريتد كولوم او السيبري او كوما ستايل، اللي هي مثلا ايه واحد وجنبها كام صفر كده، فانت مش عارف تقراهم ايه، فتقف على الخليه نفسها وتروح دايس على دي، يقول لك ده ما اعرفش ده مليار ده ولا ايه، ده مليار باين عليه مليار. ولو عايز تظبط بقى الخلايا العشريه او الارقام العشريه وكده دي، تروح خفيها كده، ده كده مليار كده. احنا تمام قوي في الحته دي كده، احنا وقفنا عند نمبر تمام. هل في اي اسئله يا جماعه هنا، ولا الدنيا كده شغاله ماشيه كويسه شباب؟ لا تمام زي الفل زي الفل قوي زي الفل. نبتدي بقى نخش في الستايلس. الستايلس دي بصوا يا جماعه، الحاجات دي بتبقى اشكال، دي بتبقى يعني تعبر عن الذوق بقى، ويعني والواحد مثلا عايز يغير مثلا شكل حاجه، يعني مثلا فورمات ستايل دي عايز اغليها مثلا بالشكل ده مثلا، اخليها فاهمين قصدي ايه، دي بتبقى ذوقيا شويه بس دي بتغير من شكل الخليه وكده. والفورمات دي التيبل دي لما نيجي نعمل التيبل ان شاء الله، يعني دي لما نيجي نعمل بيفت تيبل هتشوفوها دي هتبقى عامله ازاي، اللي هي دي او شكل كده. لا دي بتبقى لما تيجي تعمل في البيفت تيبل او حاجه زي كده. الكونديشنال فورماتنج، كونديشنال فورماتنج دي يا جماعه اختراع الاختراع، انا بعشقها، انا بعشق كونديشنال فورماتنج. انا وصلت فيها المراحل اللي انا بعمل حاجات كتيره جدا وبتسهل عليا ارقام وحاجات بالهبل. بصوا انا هجيب بس كده اي حاجه كده اهي، ناخد دولت مثلا شويه الداتا دي كده شويه حطها هنا كده تمام، ودي شويه داتا كده اهي. مالك طبعا انت كويس اهو ماشي تمام اهو، نخليها كده بفورمات سيلز اهي ونخليها كده وكده عشان تنقل بس كده. بصوا يا شباب دي شويه داتا كده جميله صغيره كده اهي، تعالوا نضيقها كده شويه اهي، دي شويه داتا اهي انتوا شايفين كده صح. وليكن الكونديشنال فورماتنج، كونديشنال فورماتنج كان في واحد قالها لي بالعربي هنا اسمها التنسيق الشرطي، انك تنسق حاجات بالالوان بس بشرط معين تمام. انا فاهمكم ازاي اللي انا بقوله ده. وليكن تعالى مثلا نقف على العمود ده كله ونقول له ايه، شايفين هنا 1 130 101 300 ارقام كده غريبه، فنيجي نقول له ايه، انا عايز هايلايت. بنقول له ايه هايلايت، جريتر زان، جريتر زان يعني اكبر من، اكبر من 300 اهو. بصوا اي 480 اكبر من 300، 380 اكبر من 300، 457 وهكذا. طب لو خلينا الواحد دي 400 مثلا هتلون، حد شاف دي قبل كده صح؟ اه تمام. انت اشتغلت قبل كده يا جو؟ اشتغلت بيها قبل كده؟ شويه زي الفل. دي بقى يا جماعه دي اختراع بقى،
دي انت ممكن بقى تظبط فيها حاجات كتير قوي. يعني ممكن مثلا ايه الكونديشنال فورمالينج دي بتديك زي الوان، الوان بتشوف بيها حاجات انت عايز تشوفها. يعني مثلا وليكن مثلا ايه لو مثلا عميل مثلا خد اكتر من اوردر، لو ما اعرفش بياع مثلا خد باع اكتر من 100,000 جنيه ينور لك حاجات عشان تبقى انت شايف ايه اللي شغال. بصوا بقى لو احنا جينا وقفنا هنا كده واخترنا مثلا داتا بارز دي، لا داتا بار دي توب 5 دي بيقول لك ايه توب 10 تايمز توب 10 ايتمز قصدي، لو دوسنا عليهم كده قال لك دولت اكبر 10 حاجات في الصف ده قصدي في العمود ده. طب لو قللنا شويه احنا عايزين توب 2 مثلا اكبر 2 اكبر 2 480 455. طب عارف لو احنا عملنا مثلا دي 500 بص اللي هيحصل، هما المفروض ان دي منوره ودي منوره، بمجرد ما ندوس على 500 الاثنين دول بس، لان انا مديله شرط قلت له انا عايز اكبر 2 في العمود ده كله، فاهمين؟ وهكذا بقى، دي بقى مش اكبر عمود ده اقل عمود، توب 10 بوتوم 10 بوتوم 10 بالظبط اكبر اقل من 10% اباف افريج، حاجات جميله جدا. افريج ده يا جماعه اللي هو المتوسط بتاعه، والمتوسط اللي ما حدش يعرفه اللي هو مجموعهم على عددهم. يعني مثلا لو كل واحد مثلا بياخد 50 60 70 اهو بص الافريج من الاخر اهو هيبقى 255، كل دول تجمعهم على عددهم اهو بيقول لك اهو، وعددهم 18 ومجموعهم كلهم 4525. دي كل حاجه اللي هيفيدك بقى في دي كلها ايه في الهايلايت والبتوين بقى. ممكن تحط لهم مثلا عايز مثلا ما بين ال 300 وال 400 مثلا، يجيب لك البتوين اللي هو ما بين الارقام دي ودي. الجامد جدا في الموضوع ده ايه بقى يا جماعه؟ دي حد جرب دي قبل كده؟ حد جرب البتاع دي؟ شباب لا بصوا يا شباب دوبليكيت فاليوز، دوبليكيت فاليوز او دوبليكيشن اللي هي الحاجات المتكرره. بصوا ده من احسن الحاجات اللي انا بحبها قوي. وليكن واحد مثلا رقمه 012 3335 وهنا مثلا 012 3335 وجينا وقفنا هنا وعملنا دي كده وعملنا دوبليكيت، جاب لي الدوبليكيشن اللي هي الحاجات المتكرره. الحاجات المتكرره دي مش عايز اقول لكم انتوا ممكن تعملوا عليها سيناريوهات لا نهائيه. يعني انا مثلا هقول لكم على حاجه، انا كنت عايز اعمل انا كان لسه كنت بعمل حاجه كده في شغلي اللي هو انا عايز اعرف مين العملاء اللي اشترت من المنتج ده مرتين او ثلاثه، فجبت الدوبليكيشن دي، فاهمين قصدي؟ بحيث ان انا وانا ماشي بلاقي اول ما الدنيا تنور يبتدي يظهر لي العملاء، فاهمين قصدي ولا لا؟ فاهمين حضرتك. ممكن مثلا حاجه تانية، مثلا لو عندكم مثلا قائمه بلاك ليست مثلا، يعني وليكن مثلا ناس عندهم ناس مثلا عندك مثلا في الشغل او عملاء مثلا عندك او ناس في كورسات رساله عاملين مثلا بلاك ليست، فبمجرد مثلا يعني مثلا بصوا انا هاخد دي كده كوبي، بمجرد ما امسحها هتتمسح. ودي مثلا وليكن دي اسمها قائمه اسمها بلاك ليست، بلاك ليست، بلاك ليست دي المفروض ان هي دي البلاك ليست اللي هي الناس اللي هي مثلا ايه ما ينفعش تيجي كورسات رساله تاني او اي حاجه، وعندهم قائمه طويله عريضه من الناس. ومجرد ما اجي احط الرقم ده هيبتدي يظهر لي ايه ده يا فندم، لا انت مش هينفع تقدم عندنا، انت كده انت في قائمه البلاك ليست، فاهمين قصدي ايه؟ انت حضرتك في قائمه البلاك ليست ما ينفعش تظهر، فاهمين قصدي؟ تمام. يعني الدنيا دلوقتي، يعني حد كان يعرف حوار الكونديشنال فورم الدوبليكيت فاليوز دي ولا دي كانت اول مره تبقى عليكم؟ اول مره. كويس جدا. اول مره. كويس جدا. دي اسمها دوبليكيشن، دي يا جماعه هتفرق معاكم جدا. يعني مثلا تعالوا نشوف مثلا هنا، هل هنا في دوبليكيشن؟ اهو كويس اهو في دوبليكيشن اهو، واحد واحد واحد. طب لو كتبت مثلا هنا مثلا 3 9 6 هيبتدي ينور هو كمان. دوبليكيت فايل دوبليكيت فاليوز دي يا جماعه من اشهر الحاجات اللي احنا بنستخدمها في الاكسل، دوبليكيت فاليوز اللي هي هايلايت. هايلايت دي يا جماعه يعني ينور لي، يعني اعمل لي زي هايلايت كده كانك ماسك قلم فوسفور كده
او قلم فوسفوري كده وعمال تعمل زي هايلايت على كلام معين عشان اول ما تفتح مثلا الكتاب تشوف الكلام ده هو ده بالظبط، او ما تفتح الريبورت او الاكسل تشوف الانوار دي. تمام. تعالى بقى نروح مسحين كل ده ونقول الو من بدايه خالص كده، بسم الله. احنا وقفنا عند دي ونيجي هنا كده الانسرت والديليت والفورمات. الانسرت بصراحه ما بستخدمهاش من هنا، يعني مثلا وليكن هنا مثلا محمد وهنا مثلا تحسين مثلا، فانا عايز مثلا اعمل زي عمود ما بين الاثنين دولت، يعني ما يبقاش الاثنين لازقين كده، فاعمل كليك يمين انسرت، فبقى كده محمد في مسافه وتحسين. طب لو عايز ادلتهم اروح واقف انا على العمود برضو ادي اعمل له ديليت. طب لو عايز اعمل صف، الصف اللي فوقهم ده لونه مثلا محمر، عايز اعمل ما بينهم صف اهو بقى اثنين احمر وهكذا. ولما بتعمل انسرت بياخد الفورمات اللي قبليه، يعني بياخد التنسيق اللي قبليه، يعني لما انا عملت انسرت خد اللون الاحمر زي اللي قبله وهكذا. ده الانسرت والديليت وكده، فيل واوتو سم وكده، دي لسه هنيجي. دلوقتي يا جماعه مين بقى هنا ما بيستخدمش اكسل؟ ما بيستخدمش اكسل او مثلا ما جربش يستخدم اكسل قبل كده؟ انا وانا مواد انت معانا صح، ومصطفى خليك معايا بقى مصطفى، وانت كمان الكل يعني يفتح كده معايا بس كده مايك عشان بس هقول له على حاجه كويسه. تمام كده يا شباب. في النهارده دلوقتي حالا نخليك تعمل اول معادله. انا طلبت الاول وانا كمان طلبت الاول. بصوا يا شباب، دي اول معادله اكسل هتعملها في حياتك دلوقتي. اي معادله اكسل بتبتدي بيساوي او بتبتدي بزائد او بتبتدي بناقص برضو، بس الافضل ليك ان انت تبتديها بيساوي. يساوي دي اللي هي المنتشره اللي انا بستخدمها وكل الناس بتستخدمها. تمام. يساوي، بص بقى، وليكن انت عندك هنا مثلا 2 وهنا 3. تمام، ركزوا بقى معايا بقى الناس اللي ما استخدمتش اكسل. وهنا ده الناتج، انا عايز الناتج يطلع في الخليه دي. تمام، سامعيني كده كويس؟ انا عايز كل واحد نفس واحد. ايوه سامعينك. تمام كويس قوي. هنيجي نقف في المكان ده كده وهنروح دايسين كلمه يساوي. تمام، وهنروح دايسين على الخليه اللي عليها رقم 2 دي كده. تمام، اللي هي الخليه رقم 2 دي اللي اسمها G2. هو مش شايف الرقم 2، هو شايف الخليه. الخليه دي لو عايز تكتبي فيها 100,000 مليون هو ملوش دعوه. هو هنكتب ندوس على الخليه ونروح دايسين كلمه زائد ونروح دايسين على الخليه اللي بعديها ونروح دايسين انتر. كده بقت كام؟ 5. طب لو انا غيرت من 2 دي وخليتها مثلا 8، دوست انتر، بص الناتج بقى كام؟ بقى 11. طب لو خليت ال 8 دي بقت 80، بقت 83. طب لو خليت دي بقت 100 كده، او الرقم كتر. فاهمين كده يا جماعه ولا لا؟ طيب. دي اول معادله اكسل في التاريخ في حياتك هي. تمام، تقدروا تشوفوها. طب تعالوا مثلا دي كده الجمع، يعني الجمع ثاني كده، يعني الجمع بيساوي زائد. طب والطرح؟ طب ناقص بالظبط، انا سمعت اسم ناقص دي كده عدت كده كويس قوي. طب لو احنا مثلا جبنا هنا مثلا 100 او 1000 مثلا، 100 لا خليها 100، وهنا مثلا دول 50، يبقى هنيجي في المعادلة دي كده في مكان الأصفر ده كده ونروح دايسين كلمة يساوي. إيه هنعمل إيه؟ قولي لي كده مواد، أقول لي كده مصطفى، أقول لي كده ندى، أي حاجة اللي هيقابلني قدامه. أحدد الخلية المكتوب عليها اللي هي 100 دي. 100 ندوس عليها أهي. ناقص أهي. وأحدد الخلية التانية ندوس على الخلية اللي هي 50. بس إنتر بقت 50. طب لو خلينا ال 50 دي بقت 60 هتبقى 40 تحت، لو خلينا ال 60 دي بقت 30 هتبقى 70 تحت. حلاوه الاكسل ان هو مهما تعدل هي بتسمع في المعادله اوريدي. فاهمين قصدي؟ يعني هي بتسمع على طول. يبقى طرح بيساوي ناقص. طب ناقص، لا ناقص اهو، ناقص بس. طب والاسم ها لولي؟ لولي نعم.
فاوي ونفعل. نخليها مثلا دي 6 ودي 3 مثلا عشان تبقى الدنيا كده تبقى معروفه. ها قول لي. ها قول لنا برضو اي حد اللي يقول يعني هو انا معاك اهو ابتدي ادوس يساوي. حدد على 6 6 على على دي بقى هتبقى دي اللي هتقابلك هتقابلك مش مختلفه جنب الشيفت اللي هي دي اللي هي دي جنب الشيفت اللي هي حرف الظه جنب اللي هي حرف لا مش الظه الظه بالظبط الظه بالجنب اللي هي جنب الشيفت وبعد كده دي على الثالث اهي دوس انتر بقت 2 طب لو كده مثلا 10 وهنا 5 هتبقى على الاثنين وهكذا يبقى القسمه علامه الظه اهي طب والضرب ها الضرب اللي هي هي هنكتب يساوي يساوي ايوه بالظبط تمام هنحدد العشرة العشرة تمام بعد كده هنقص على اللي هي لا العشرة مش الخمسة يعني لا هي 4 في 2 ولا زي 2 في 4 ولا لا 5 في 10 زي 10 في 5 بالظبط يعني لو حددت 5 مش هتفرق لو حددنا تمام لو حددنا ال 5 الاول او ال 10 الاول هي هي خط الضرب كويس قوي كويس قوي يبقى 10 بعد كده اللي هو علامه الضرب اللي هي النجمه اللي فوق الارقام دي كويس قوي شفت 8 كويس تمام وبعد كده نضغط على 5 الله عليك ندوس انتر الجميل كده بس كده 50 بالظبط يبقى الضرب هتكون شيفت ايه استريك اسمها استريك طب تمام طب دلوقتي يا شباب احنا دلوقتي قلنا ايه ركزوا كده في اللي انا قلته احنا قلنا في علامه الجمع احنا قلنا في الجمع بيكون انت بتعمل دي يعني مثلا لو هنا 2 3 5 كده بتروح عامل هنا كده يساوي ده زائد ده زائد زائد ده الدستورات ده يبقى ده زائد ده زائد ده زائد صح صح كده مش احنا بنعمل كده صح انتر ايوه بالظبط لا انت انت كده صح طب امال لو انا جبت لك مثلا داتا زائد داتا دي كلها تمام هتجمعيهم ازاي كل دول هتعمليهم كده اكيد لا اكيد في حاجه اكيد اكيد في حاجه غلط يعني اكيد في حاجه غلط استخدم سم للجمع بالظبط كويس كويس قوي كويس قوي جدع بصوا يا جماعه احنا عايزين بقى نتيجه الجمع ده كله يتحط هنا اهو في بقى معادله جنب الجمع دي كده للحاجات الكتيره بقى تمام هتبقى ايه بقى هندوس يساوي وندوس على كلمه اس اس يو ام اول واحده اهي ونختار ندوس عليها مرتين اهي ونروح معلمين على العمود كله ونروح قافلين الكود او دوس انتر وخلاص قال لك ان المجموع كله 5521 تمام يعني الجمع دي بتساوي زائد زائد وكمان صم تمام كده يا شباب بس صم افضل لو كذا حاجه يعني ايوه صم افضل لو كذا حاجه بالظبط لكن لو حاجتين ثلاثه عاديين يعني سهلين مش صعبين تمام طب تمام هنروح بقى ماسحين ده كده كله نمسح دي كده ودي نكتبها بس كده الجمع بدون بدون شرط هو احنا ازاي بنعلم على العمود كله او اتنين مثلا عشان بحاول مش عارف تاني كده ازاي بنعلم على العمود كله طب وقف 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 تمام طب لو عايز احدد اتنين منه او كم واحده بس منهم تمام كده الو تمام كده ايوه تمام ماشي تمام بصوا كده يا شباب دي كده صم كده احنا ناخد دي كده ونقلها هنا كده معلش صم اهي الجمع بدون شروط بدون شرط اهو دي او دي كده تمام بدون شرط دي يعني ايه هنرجع لها كمان شويه في بقى معادله تانية اسمها ولا اقول لك استنى بصوا يا جماعه ولكن
انا عايز اعرف، انا عندي دولت موظفين زياد ومؤمن واحمد وخميس وكده، انا عايز اعرف عددهم كام؟ عددهم تمام يا شباب سامعيني؟ تمام. عايز اعرف عددهم، عددهم يعني ايه؟ يعني عايز اعرف هم مجموعهم قد ايه، يعني عددهم مش مجموعهم، عددهم قد ايه. في بقى معادله اسمها يعد يعني كاونت، تمام؟ ففي معادله اسمها انا مثلا هنطلع مثلا الناتج هنا، تمام؟ الناتج هنخليه هنا. في معادله اسمها كاونت، كاونت دي بتعد الاسماء فقط، بتعد الاسماء فقط. انا دوست كاونت اهو، ونروح واقفين على العمود كله ونروح دايسين انتر. لا دي كاونت، دي قصدي بتعد الارقام فقط، انا اسف انا اسف. كاونت دي بتعد الارقام فقط، يعني كاونت اهي. لو انا وقفت على دولت كله دوست انتر، قال لي ان دولت عددهم 25، عددهم مش مجموعهم. يعني لو انا وقفت مثلا كاونت وقلت له علمني على دولت كده بس، هدوس انتر، هيقول لي دولت عددهم 5، لان 1 2 3 4 5. فاهمين قصدي؟ اما طب لو انا عايز اعد بقى الاسماء، لو انا عايز اعد الاسماء وندوس كاونت وادوس كده علم على العمود كله ادوس انتر، قال لي لا اصل انا ما بعدش اسماء، انا بعد ارقام بس. ففي بقى معادله اسمها كاونت اي، كاونت اي اسمها كاونت اي. كاونت اي دي بقى بتعد الاسماء اهو، دوس انتر، قال لي دولت عددهم 24، دولت عددهم 24 اسم، تمام؟ لو انا وقفت على العمود كله وبصيت هنا كده، قال لي بص الكاونت بتاعهم 24. شايفين الرقم ده يا جماعه؟ شايفين ايدي في الماوس فين؟ الو، واضح واضح صح؟ طب كاونت اي دي بقى بتعد اسماء وارقام. يعني كاونت اي لو انا وقفت كده، دي كمان قال لي دي كمان عددهم 25. بص لو انا جيت بصيت، بص كاونت اهي، شايفين حركه الماوس فين؟ او ماوس او كاونت اي 25. فمن الافضل انك تستخدم كاونت اي. يبقى للعد بدون شرط، يعني تعد وخلاص، كاونت ايه تعملها خلاص تمام كده يا جماعه. دي كده تبقى كاونت ايه، خلاص كده. الناس بقى دي كده العد بدون شرط وبتاع ده، والعد كده. ننقل بقى هنا ونجيب، ننقلهم كده عندنا بره دولت كده، استنوا كده ناخدهم دولت كده معانا، ونروح عاملين هنا كده، نقلنهم هنا كده. نروح مكبرين دي كده بس كده، نروح شايلين دول كده شويه. شايفين كده يا شباب؟ الو، تمام. نيجي بقى، معلش انا اسف، للناس اللي هي بتستخدم اكسل شويه. انا قابلت كانت في واحده اسمها هبه كانت بتستخدم اكسل شويه. ايوه انتوا يعني وايه وكده، انتوا فاكرين بقى كده يا جماعه ان الناس بقى بتستخدم اكسل بشكل دوري؟ حاضر حاضر حاضر. بص يا جماعه، بص دلوقتي انا احنا قلنا هنعد او هنجمع، هتبقى صم. طب نفترض دلوقتي انا عايز اجيب مجموع محمد سعفين ده، يا محمد سعفين ده هنا موجود هنا، تمام؟ عايز اجيب مجموع المبيعات بتاعته، اجيبها ازاي؟ حد معايا ولا انتوا معايا ولا معايا؟ بنستخدم سم اف جدع ولا لا؟ كويس قوي كويس قوي. بصوا يا جماعه، سم لوحدها يعني جمع، تجمع اي حاجه. طب لو دلوقتي انا عايز اجمع مجموع، عايز اشوف مجموع مبيعات محمد سعفين ده، اجيبها ازاي؟ هتبقى سم ونحط جنبها اف. اف دي حتى في الانجليزي يعني شرط، لو ان انا اجمع بشرط، تمام؟ فصم اف دي بقى بتبقى ازاي بقى؟ بصوا يا جماعه، لو دوست يساوي وصم اف، هتلاقي صم اف اهي، ونروح دايسين عليها مرتين. بص بقى، دي بقى المعادله بقى لازم تبقى فاهم الارقام بتاعتها. الرينج دي، الرينج اللي هو المدى، المدى انت بتدور فين الرينج ده؟ بيقول لك انت بتدور فين؟ اقول له يا فندم انا بدور هنا،
في اسماء الموظفين، مش انت بتدور على اسم الموظف ولا لا؟ انتوا معايا ولا ايه؟ اكيد معايا صح؟ مع حضرتك. تمام. الرينج دي انت بتدور فين؟ بقول له انا بدور في اسماء الموظفين دولت، وكده دوس كوما. بص لو تلاحظوا بعد كلمه رينج هتلاقي في كوما، اهي في كوما، هدوس كوما. بعد ما دوست كوما نقلني اوتوماتيك على الثانيه، على على الركن الثاني. قال لي كرايتيريا. الكرايتيريا دي يعني ايه؟ انت بتدور بايه؟ اقول له انا بدور بده، بالاسم ده. تمام. وبعد كده دوس كوما ثاني. السام رينج بقى بيقول لي انت عايز تجمع ايه، ايه الرينج او ايه المدى اللي انت عايز تجمعه. اقول له انا عايز اجمع المبيعات دي كده. فهمت ولا لا؟ وندوس انتر. تمام. قال لي ان مجموع البيع بتاعه 1500. طب تعالوا اتاكد محمد سعفين ده فين هنا لما اقول مجموع مبيعاته 1500. طب تعالوا نجيب مثلا واحد زي اسمه مؤمن رياض. تعالوا كده ناخده كده كوبي ونعمل هنا بيست. قال لي مؤمن رياض مبيعاته 1227. طب مؤمن رياض هنا كام؟ ادي 101 زائد 475 وده وده 1227 اهو الرقم اهو، شايفين ولا ايه؟ ماوس اهو، شايفين كده ولا ايه يا جماعه؟ ما هو الرقم اهو التوتال اهو فوق اهو. ايوه شفت. طب تمام. بس معلش ممكن حضرتك تعيدها تاني كان بنعملها من الاول يعني؟ بعناية ليك اهو، هنعيد من الاول خالص. عشان تجمع مجموع شخص معين او مبيعات شخص معين لازم تعد. انتوا كده سامعيني؟ الو. تمام. علشان تعد مجموع شخص معين. سامعين حضرتك؟ سامعين حضرتك. ماشي. او مبيعات شخص معين لازم تستخدم حاجه فيها اف، سام اف، كاونت اف، ماكس اف، اي حاجه فيها اف دي بتبقى بشرط معين. تمام. 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 ماشي اوكي. فدلوقتي هنروح جايين هنا كده ونروح لياسين يساوي سام اف. تمام. ويقول لي الرينج انت بتدور فين. هقول له يا فندم انا بدور في اسم الموظف، واروح دايس كوما. كوما دي نقلتني على اللي بعديها، شايف كده؟ شايف كده يا احمد ولا ايه؟ الو. معلش الكتابه كده الكتابه ظهرت، الكتابه كانت متاخره بس. كده تمام. كده كده الدنيا كويسه. احنا سامعين حضرتك. طب كده انتوا سامعيني كده كويس ولا لسه؟ تمام. تعال نكتبها من الاول. بيساوي سم اف بالرينج بيقول لي انت بتدور فين. هقول له يا فندم انا بدور في اسم الموظف. تمام. بدور في اسم الموظف، وراح دايس كوما. بيقول لي انت بتدور بي، انت بعد كده انت بتدور بايه؟ الكرايتيريا دي اللي هي كرايتيريا مش فاكر اسمها بالعربي ايه، بس كرايتيريا يعني انت بتدور بايه. اقول له يا فندم انا بدور بده، وراح دايس كوما. كرايتيريا يعني معايير، او المعيار اللي انت بتدور بيه اللي هو ايه. بقول له ده. بيقول لي بعد كده السام رينج انت عايز تجمع ايه. اقول له انا عايز اجمع ده، وراح دايس انتر. جاب لي ده. طب لو جبت احمد السيد، بص بمجرد لو انا غيرت ده وحطيت ده كده 1580. طب لو جبت محمود خميس، اول ما اغيرها هنا احطها هنا غيرها لي. طب بقول لك ايه يا احمد، اقول لك على حاجه حلوه. ايه رايك تعمل لي انت الشهر؟ الو. ايوه مع حضرتك. انا مصطفى عامه. مش انا اسف يا احمد، انا اسف. انا اسف مصطفى. طب تعالوا كده كده نشوف. هندوس يساوي بالظبط. قول لي سم اف. سم اف اهي. هندوس على اللي هي العمود بتاع اسم الموظف. انت بتدور فين؟ العمود، العمود بتاع هو المفروض الشهر يعني، العمود بتاع الشهر اللي هو بي. بالظبط بي. بي. بعد كده ندوس كوما. انت بتدور بايه؟ تمام. بقدوش على اللي هي الخليه جي سيفن. الخليه 12. الخليه 12 وخلاص. اهي 12 اهي. تمام. ندوس كوما. انت عايز تجمع ايه؟ الو مصطفى. انتوا سامعيني اساسا ولا النت قطع؟
ماشي انتوا كده سامعيني. بعد كده مصطفى لو مش معايا اهو انا بعدلها تاني اهو. طب دلوقتي انت عايزين نجمع ايه؟ عايزين نجمع ده ونروح لسين امتر. قال لي ان في شهر 12 سامعيني كده كويس يعني، اتمنى بس حد يبقى معايا بس يقول لي ان انا سامعك. اه تمام الصوت واضح. ماشي في شهر 12 اهو دلوقتي عاملين 803. عاملين 803. طب لو انا كتبت شهر 11 1094. طب لو انا كتبت شهر 9 لا فوق اهي فوق 400. طب 8 1158. تمام كده يا جماعه شباب؟ تمام تمام تمام. يبقى احنا كده الجمع بدون شرط اسمه ايه؟ اسمه صم. بصوا بقى ركزوا بقى في اللي انا هعمله دي. هنعمل بقى انسرت. يبقى هنيجي نقف هنا في العمود ده كده ونروح دسين كلمه انسرت. قال لي انت عايز تخلي الخلايا تبقى على اليمين؟ اقول له لا انا عايزها تنزل داون تحت. ندوس انتر الخلايا اللي دي نزلت تحتيها سنه كده واروح دايس هنا ايه اهو او نخليها كده زي ما هي اهو. الجمع بشرط هتبقى صم اف. نخلي دولك كده الاثنين دولك كده مختلفين شويه. حد كده فاهم لحد دلوقتي حاجه ولا مش فاهمين زي؟ ايوه تمام. الدنيا كده كويسه يعني واضحه دلوقتي ولا ايه؟ الو؟ اه واضح. اه تمام واضح. طب تعالوا ناخد دي كده ناخدها كده كوبي وننقلها في دولت. تمام. هنيجي هنا بقى. بصوا بقى يا شباب. دي اخر حاجه هنتكلم فيها النهارده. دلوقتي انا عندي شويه بعض البيانات. عندي رقم الموبايل، رقم الموظف، اسم الموظف، المسمى بتاعه اذا كان محاسب ولا مهندس، والمرتب بتاعه، ورقم الموبايل. تمام. دلوقتي انا مثلا نفترض ان انا عايز اعرف مثلا اداري دي فيها اكتر من واحد للاسف. بتاع دي اداري أو إداري متسجلة بمرتين أو متسجلة بكلمتين أهي بس كده. بصوا يا شباب دلوقتي أنا عايز أعرف كام محاسب، كام إداري، كام مهندس، كام قانوني، كام آذن، كام مبرمج في الشركة هنا. تمام؟ سامعني ولا لأ؟ الصوت واضح. اه طب تمام. اه تمام مع حضرتك. عدد اهو عدد الموظفين. تمام اهو نخليها دي كده هنا هنا بس كده. دلوقتي انا عندي محاسب واداري وكذا عايز اعرف عددهم. يعد يعني احنا قلنا ان يعد العد بدون شرط كاونت، وقلنا لو انت عايز تعد بشرط هتعمل ايه؟ سامعني؟ نعم. سام اف. سام اف دي للجمع. كاونت اف يبقى كاونت لو هنعد بشرط. ده نعد بشرط يبقى كاونت اف. بصوا يا جماعه عشان تعد كم واحد محاسب هتعمل ايه؟ هتروح تساوي كاونت اف. بيقول انت بتدور فين؟ هقول له انا بدور هنا في المسمى الوظيفي. يقول لي انت بتدور بالكرايتيريا اللي هي المعيار. اقول له بدور بده وندوس انتر ونروح ساحبين دي كده. بص شايفين علامه الزائد اللي ظهرت دي وتروح ساحبينها لتحت كده. قال لي بص يا عم الحاج احنا عندنا اربعه محاسبين. ادي واحد اتنين تلاته اربعه. في تاني؟ لا كده اربعه محاسبين كده الرقم صح. قال لي وعندنا تسعه اداريين. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. تمام كده يا جماعة. وازن ازن ده اللي هو ادي واحد فين التاني؟ التاني فين؟ اه التاني اهو اتنين وهكذا. هل كده وضحت يا جماعة كاونت اف؟ الو السلام عليكم. اه وضحت.
شكرا. سامعني كويس؟ او سامعين. طب كويس كده، يبقى العد او العد اللي هو يعد بدون شرط، العد قصدي العد بشرط يبقى اسمها count f. بالظبط كده يعتبر انا خلصت الحتة اللي انا جاي عشانها، اللي انا دلوقتي شرحت الهوم كلها هي، وشرحت شوية معادلات اللي هي سم والطرح والاسم والضرب وكاونت اف وسم اف وسم. كده انا خلصت يعتبر المحاضرة الاولى. هل في حد يا جماعة عنده اي سؤال في اي حاجة في الاكسل في المحاضرة او برا المحاضرة او في شغله، او عنده مشكلة في الشغل في الاكسل؟ انا معاكم. انتوا بتشاوروا ولا طب انا على فكره انا خلصت. لا تمام كده، شكرا جدا لحضرتك. طب تمام يا جماعه، شكرا. انا كده اعتبر انا خلصت. انا هو دلوقتي هبعت لكم الحاجه على الانستغرام. بصوا يا جماعه، وكمان يا جماعه انا عندي قناه على اليوتيوب اسمها السيرشاجي. دي القناه دي انا بقدم عليها يعتبر كل حاجه، يعتبر حياتي كلها بتبقى عليها، اكسل بقى وكذا حاجه تاني. وان شاء الله تخشوا عليها وتستفيدوا. انا هحط لكم اللينك على الواتساب وهبعت لكم القناه اسمها ايه. القناه اسمها هبعتها لكم دلوقتي في الرسائل اهي، السيرشاجي اهي بعتها لكم اهي دلوقتي. دي معلش ده اصدار ويندوز كام؟ الاصدار ويندوز ده يا جماعه ده 365 اهو، عشان تبقوا انتوا عايزين تعرفوا اهو. لا الاكونت فين 365 اهو، مايكروسوفت 365. ما كانش عندي شرابات كارت غرافيك. هو فيرجن كام؟ بس انا كنت عايز لك سؤال. انا عايز معلش سؤال بس بره الاكسل، يعني في الوورد معلش. اتفضل. هو انا كنت عايز اعرف ازاي بس اعمل جدول في الوورد. جدول في الوورد مع فكره ممكن تدقيق على الاكسل. تمام. يعني انت ممكن، انا دلوقتي انتوا شايفين انا بعمل ايه ولا؟ ماشي شكرا. انتوا شايفين انا بعمل ايه؟ تمام شكرا لحضرتك. اهو ده الوورد اهو. متهيألي في انسيرت اهي، وفي تيبل اهو، وتختار شكل التيبل اهو. شايفه ولا لا؟ الو؟ طب حد سامعني ولا النت قطع ولا ايه؟ عشان بس ما بقاش. ايوه سامع حضرتك. يعني انت شايفه الجدول اهو، الجدول اهو الانسيرت في تيبل اهي. لا مش انا مش هي. معلش انا اسف، اصل انا لقيت فجاه اسمها اخر العنقود. حاضر اهو. انا دلوقتي يعتبر انا خلصت، وهبعت لكم الحاجه دلوقتي، والقناه بتاعتي اهي اسمها، ثواني هوريكم. ولو ممكن بس حضرتك تبعت لنا اللينك بتاعها في الجروب. حاضر انا بقى اهي دلوقتي، معرفش اسمها السيرشاجي. معلش انا عندي استفسار بس بسيط. ايوه اتفضل. هو انا دلوقتي كواحد مثلا اول مره استخدم الاكسل وكده، اقدر استفيد ازاي بالمعلومات اللي انا خدتها النهارده دي؟ يعني افضل الف في بيانات ولا اعمل ايه بالظبط بحيث ان انا مثلا اطبق اللي انا خدته ده النهارده؟ بص اقول لك على حاجه. انا هبعت لك الشيت اللي انا عملته ده الاكسل. فين الاكسل؟ الاكسل كنت عامل اكسل اهو. انا هبعت لكم الشيت النهارده ده ودي ملفات الاكسل كلها هي اللي انا عاملها. انا هبعت لكم الشيت النهارده ان شاء الله، وتقدر تخش وتستخدمه. بص اقول لك على حاجه، في شيت الاكسل ده الاربع محاضرات اللي انت هتشوفها دي النهارده، والله ما بهزر، انا فعلا بقسم لك بالله ان هي هتفيد كتير جدا 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 في حياتك.
سامعني؟ يعني الو تمام حضرتك، هتفيدك كتير جدا، وان شاء الله دي بنسبه 80% تقدر تشتغل بيها في اي حته. ان انا هعلمك المحاضره الجايه هتبقى في لوك اب والاف بقاعده اف دي كبيره جدا، واقدر والمحاضره اللي بعديها هتبقى البيفت تيبل، ان انا اشرح لك كل حاجه تخص البيفت تيبل واف والحاجات دي. وانت عندك يا جماعه لو اي حد عنده مشكله في الاكسل اللي بتقابله يسالني عنيها، انا بعشق الاكسل، الاكسل ده عشقي. وصدقني فعلا فعلا هتستفيد كتير قوي من الاكسل. انا هبعت لكم دلوقتي الشيت على الـ على الـ على الواتساب، تقدروا تستخدموه وتقدروا تعملوا بيه الحاجه. ماشي يا شباب؟ تمام، شكرا لحضرتك جدا، وشكرا على اسلوبك السهل في الشرح وكده. تحت امرك، تحت امرك يا جماعه، تحت امركم، انا تحت امركم في اي حاجه، وانا ان شاء الله ان شاء الله اقدر افيدكم باي حاجه ان شاء الله. ماشي يا شباب؟ لو سمحت على الكورس هيبقى مدته قد ايه؟ يعني كم محاضره؟ 4 محاضرات. تمام. كل يوم جمعه من 3 او احنا بنقول 5 بس احنا خلصنا الساعه 4. تمام، شكرا لحضرتك. تحت امركم، تحت امركم يا شباب، تحت امركم. ماشي يا شباب، عايزين اي حاجه؟ انا هبعت لكم دلوقتي سؤال اخير بس بعد. اتفضل. هو الكورس ده ممكن يفيدني في الداتا اناليسيس؟ مش داتا اناليسيس، لا الداتا اناليسيس لا، انا على فكره صح، انا شغلانتي انا شغال داتا اناليست، على فكره انا شغال محلل بيانات، فهمتني؟ هي دي كاساسيات اكسل، فهمتني؟ الداتا اناليسيس بتاخد اعمق شويه، تخش تشوف ريبورتات، تخش تعمل معادلات اكتر واعمق، تقدر تبقى دماغك شغاله. ساعته لو داتا انتري مظبوط؟ دي لا مش داتا انتري برضو، دي لا اي حد له علاقه بالاكسل هيساعده فيه. بص يا جماعه، دي تنفع داتا انتري، تنفع لناس شغاله يعني اقول لك ايه، في كول سنتر ناس بتستخدم حاجات في الاكسل، ناس محاسبين بيستخدموا الاكسل في حاجات زي كده، يعني دي حاجات تشتغل محاسبين، تشغل داتا انتري، تشغل كول سنتر، تشغل ناس مثلا شغاله على سيستم عادي في الاكسل تقدر تشتغل عليه. ايه تاني، ايه تاني يا جماعه؟ تقدر تعمل لحياتك حاجات كتير، يعني اللي شغال مبيعات، اللي شغال في في في, في لو شغال مودريشن وهيحط الداتا بتاعته في الاكسل هتساعده برده جدا جدا. الناس اللي شغاله مبيعات يا جماعه، الناس شغاله اوت دور، الناس دي تقدر تستفيد جدا من الاكسل وتقدر تفهمه جدا عن طريق الكورس ده. الكورس ده سهل جدا يا جماعه، صدقوني انا واحد جاي من يعني جايب لكم الحاجه دي عصاره العصاره، يعني دي 4 محاضرات وسهله جدا، ومش بديك الحاجات التقيل، انا بديك الحاجات اللي هتفيدك في الشغل اللي الشغل فعلا بيحتاجها. انا جاي لك من المستقبل، تمام؟ يعني جاي لكم بقى من مدينه المستقبل، هي مش بعيده يعني قريبه. ماشي يا شباب؟ ايش، انا عندي سؤال اخير، لو انا ينفع استخدم الاكسل ده لو انا بعمل مثلا رساله او بحث والداتا بتاعت العيانين عايزه اجمعها وبعد كده ادخلها على برامج الاحصاء؟ بالظبط، دي جميله جدا، دي فكره حلوه جدا. طيب هل حضرتك بتشرح برضو برامج الاحصاء زي الاس بي اس اس ولا لا؟ لا لا لا، انا بس انا اقدر افيدك في الاكسل، يعني بص اسمعيني، اي حاجه تخص الاكسل انا اقدر افيدكم فيها يا جماعه، يعني مثلا في مثلا تقدر تدخلي البيانات والبيانات العملاء وكل حاجه. بصي انا ما اعتقدش ان برامج زي الاحصاء دي ما بتقبلش ملفات الاكسل، لا اكيد بتقبلها، انت فاهماني؟ كل الدنيا دلوقتي بيقول لك الاكسل، حتى كمان دلوقتي لو تلاحظوا دخلوا في لغه اسمها بايثون، بايثون دي بتاعت تحليل بيانات، اللي كان بيسال على تحليل البيانات او داتا اناليسيس، بايثون دخلت جوه الاكسل، يعني دلوقتي بقى في تحليل بيانات عن طريق لغه بايثون جوه برنامج الاكسل، برنامج الاكسل ده هيبقى شامل جدا دلوقتي. وعلى فكره بس يا جماعه، صح العلم بس بالشيء، اي صاحب شركه بيبقى حابب الشخص اللي داخل له عارف اكسل وعارف كم برنامج تاني، اكسل، باور بي اي، تابلو، الحاجات اللي هي فيها داتا اناليسز وحاجات زي كده، بالنسبه له ده معاه اسلحه كتير. فاهميني قصدي ايه؟ انتوا كده سامعيني ولا لا؟ تمام سامعين. سامعين بس كده. انا اي حد عنده اي مشكله في الاكسل، قابلته مشكله عايز يسال في اي حاجه، انا كده كده معاكم على الجروب، ابعتوا لي في اي وقت وانا كده كده تحت امركم. ماشي يا شباب؟ تمام شكرا. تمام شكرا. لو ممكن مثلا كل محاضره يبقى فيه زي تاسك كده مثلا، يعني بص انا بصراحه ما اعرفش اعمل تاسكات، بس انا هبعت لكم دلوقتي الشيت اللي انا كنت شغال عليه، ممكن تمسحوا المعادلات وتشتغلوا عليها تاني. خلاص تمام، مفيش مشكله. تحت أمركم. ماشي يا شباب، شكرا. تحت امركم، تحت امركم، مع السلامه. مع السلامه.